تحية طيبة مشاهدينا، ومرحبا بكم في بث مباشر جديد مع لمياء. وكيف ما كنوعدكم دائما وفي كل يوم، كنقترح موضوع جديد للنقاش. موضوع اليوم حول هروب الفتيات من بيوت والديهم. شنو هي الأسباب اللي كتخلي البنت تهرب من بيت والديها وتسمح فيهم؟ واش بسبب العنف أو المعاملة السيئة، أم بسبب الهروب من الفضيحة والعار؟ كنتمنى مشاهدينا أنكم تبادلون الآراء ديالكم من خلال مناقشة هذا الموضوع. إذا مشاهدينا، كيف ما كتعرفوا أن الهروب ديال البنت كيشكل واحد الفضيحة اللي هي كبيرة ومستحيل يعني يقدروا ينساوها والدينا. طبعا ما ترضاوش، وخصوصا ملي ما تيعرفوش فين مشات هذيك البنت ومع من وعلاش، تيكونوا دايرين فيها واحد الثقة اللي هي ثقة عمياء، لكن كتصدمهم، وبالتالي كتخلي واحد الأثر نفسي كبير في نفسيتهم. طبعا ما تيجيهمش النعاس، كيمرضوا، حياتهم كتولي عذاب، لأن البنت مشاهدينا كتمثل عار، عار كبير في المجتمع المغربي ديالنا. إذن مشاهدينا، بالنسبة للناس اللي يلاه التحقوا بنا، الموضوع ديال اليوم إن شاء الله هو موضوع للنقاش. شنو هي الأسباب اللي كتخلي البنت تهرب من بيت والديها وتسمح فيهم؟ واش بسبب العنف والمعاملة السيئة، أم بسبب الهروب من الفضيحة والعار؟ كنتمنى أنكم تناقشوا معنا هذا الموضوع وتبادلون الآراء ديالكم. إذا مشاهدينا، من بين أهم الأسباب اللي ممكن أننا نتحدث عليها اللي كتخلي أن البنت يعني تفكر في الهروب أو تهرب من البيت ديال والديها، كاين أول سبب ممكن أننا نتكلم عليه، هو العنف الأسري. العنف الأسري اللي تيكون بكثرة كل يوم كيكون عنف، يعني مضاربة مدابسة في البيت، واللي كيتعامل به يعني بعض الآباء أو الأمهات مع بناتهم، مثلا كيضربوهم، كيحرموهم يعني من بزاف ديال الأمور المتاحة، مثلا كيحرموهم من التعبير عن الرأي، ما تيخليهمش مثلا يخرجوا مع صحاباتهم وأمور أخرى. أيضا مشاهدينا، كيكون هاد العنف ناشئ عن التعاطي، يعني كتلقى الأب أو الأم مدمن على المخدرات، وما تيكونوش المشكل العاوز انه الوالدين ما تيكونوش متوقعين بعواقب هذه التصرفات الخطيره. هذا ممكن اننا ندرجوه من ضمن سبب معين اللي كيخلي البنت انها تفكر تهرب من البيت ديال والديها. كاين مشاهدينا سبب اخر، هو الاهانه اللي كتعرض لها البنت من خوتها، وخصوصا ملي كيتوفى الأب. عفوا، قلت مشاهدينا، وخصوصا ملي كيتوفى الأب أو الأم، فكتكون واحد القسوة كبيرة تجاه البنت من طرف الإخوة ديالها، ما كيبقاوش يعاملوها معاملة جيدة، فبالتالي كتحس بواحد القهرة، كتحس بأنها ولات بحال الخادمة عندهم، بالتالي ممكن أنه يكون سبب. ناخذ بعض التعاليق ديالكم. محمد السيد كيقول بأنه سيدتي التربية ثم التربية النابعة من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. أكيد أخي أن التربية هي أساسية في تنشئة البنت. فمثلا مشاهدينا كنلقاو أن الأب والأم خدامين، كيف يقوموا مع الصباح، كيدخلوا الخدمة، كيمشوا مع 8 الصباح، ما كيعرفوش بنتهم واش دخلت المدرسة، مع من مشات، شكون صحاباتها، واش دخلت يعني فعلا قرات الحصص كاملين او لا. فبالتالي ما كتكونش واحد المراقبه اللي هي مراقبه صارمه. تعليق اخر، السيد داخل بالرسم بالكلمات كيقول السبب هو العنف اكيد وجبروت الاخوه الشباب.
إذا المشاهدين نتمنى أنكم تواصلوا معنا أكثر من خلال هذا الموضوع لأنه موضوع جد مهم، وناخذ أيضا مشاهدينا بعض الاتصالات ديالكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا للا أخت لمياء هذه. أيه مرحبا. عفاك، واش هذا الاتصال على المباشر أو لا؟ على المباشر، أنت معنا مباشرة. مرحبا. طرحتي واحد السؤال، قلتي شنو السبب ديال شنو هي الأسباب اللي كتخلي البنت أنها تفكر باش تهرب من البيت ديال والديها؟ المهم أختي، أنا هربت من الطريقة، يعني كاع الناس تعجبو غنكون إيجابية، ولكن بالعكس أنا بالنسبة ليا طريقة يعني اللي ضربت بها من دار ناس سلبية. علاش؟ عاودي لينا القصة ديالك. المهم انا كنت صغيره كنعاني من العنف ديال الاب ديالي الام ديالي، يعني الاب ديالي كان مدمن على الشراب. المهم كنت كنعاني بزاف ديال المسائل، يعني البنات كنشوف انا البنات يعني عايشين في طمأنينة مع الاب ديالهم في راحة هدوء سكينة. المهم بقيت كنقول يا ربي مبقاش عندي الدماغ ديال القرية، يعني واخا تمشي للمدرسة وتنجي مثلا يعني غير كنمشي وكنجي، يعني مبقاتش عندك الرغبة في الدراسة. يا كان عندي حب ديال الدراسة في الأول، كان مع المشاكل بزاف في الدار وهذا صافي، اضطريت أنني بقيت كنقول يا ربي نتزوج ونهرب من داك الشيء. المهم بقيت هكاك، وصلت لإعدادي قريت بروميان دوزيام صافي، وقع مشاكل في الدار، خرجت من المدرسة. المهم واحد الولد كان كيعرف الوالد ديالي جا خطبني، بغيت صافي، انا كنت كنقول اي يعني هذا تزوج غنهرب من المشاكل ديال الدار، المشاكل اللي كتكون في العنف الاسري. نعم لالا تفضلي. المهم تزوجت. المهم ولكن منين تزوجت طحت في نفس داك المشكل اللي كانت عايشه ماما، رجعت كنعيشو انا، يعني بحال الاب ديالي كان هو السبب ديال التعاسه ديالي. سمحي لي يا اختي، سمحي لي نسولك، واش الاب ديالك كان كيضرب الام ديالك؟ كان كيضربها، كان كيعنفها. كان كيضربها وكان كيضرب ذاتو. انتي ما قدرتيش تصبري، ما قدرتيش تعيشي معاهم في داك المشاكل يوميا؟ ما قدرتش. كيف كرر معايا. واخا اختي دابا انتي هربانه من داركم عائلتك. انا مزوجه، هادي دابا 14 عام وانا مزوجه، ولكن كنعيش نفس القصه ماما. وشنو الحل؟ فاش كتفكري دابا؟ دابا ما بقيتش قادرة باش نزيد نكمل القدام، ما نكذبش عليك كنفكر في بزاف ديال الحوايج. كتواصلي مع والديك حاليا؟ ممكن شي حوايج ما نقدرش نعاودهم لك على المباشر، فهمتي؟ شنو الاسم ديالك اختي؟ المهم ما كاينلاش نقول سميتي. انت اختي انا سجلت الرقم ديالك، غادي نتواصل معاك ان شاء الله ملي نكمل البرنامج. واخا اوكي، شكرا. يلا مرحبا اختي. شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف شفتوا معنا او سمعتوا معنا واحد السيده اللي هربت من بيت الوالدين ديالها بسبب العنف اللي كان كيعنف الاب ديالها، كان كيعنف الوالده ديالها، فهي ما قدرتش تصبر على هذيك المشاكل، يوميا الضرب، يوميا القمع، يوميا الحقره، فلما هربت من البيت ديال والديها اليوم هي تزوجات، هذه 14 سنة وكتعيش نفس المشكل اللي كانت كتعيشه الوالدة ديالها. إذن مشاهدينا بالنسبة للناس اللي يلاه التحقوا بنا، نعاود نذكركم بالموضوع ديال اليوم، موضوع النقاش ديالنا هو شنو هي الأسباب اللي كتخلي البنت تهرب من بيت والديها وتسمح فيهم.
واش بسبب العنف او المعاملة السيئة كيف ما سمعتوا دابا، ام بسبب الهروب من الفضيحة والعار؟ اذا نكملوا بقيه الاسباب. ذكرنا ان العنف الاسري حتى هو من بين الاسباب اللي كيخلي البنت انها تفكر في الهروب. ايضا كاين الاهانه اللي كتعرض لها البنت، وخصوصا من الاخوه ديالها، ومن ايضا من اللي كتوفى يتوفى احد الوالدين ديالها سواء الاب او الام. ني كاين سبب اخر اللي ممكن ان بعض الاباء الله يسمح لهم كي يفضلوا الاولاد على البنات، وبالتالي كيحسوا بنوع من القهر، نوع من الحقد، وبالتالي كيفكروا ايضا من في الهروب. اذا ايضا مشاهدينا كاين سبب اخر، هو حرمان البنات من الحقوق ديالهم في الميراث، وهذا الشيء اللي كنصادفوه يوميا في الحياه ديالنا، في المهنه ديالنا الصحفيه. ايضا كنشوفوا بزاف ديال الاخوه ملي تيتوفى الاب كيحاولوا يعني يطغوا على الموضوع حول موضوع الميراث او الاستيلاء على الصالير ديال البنت. هذا ممكن انه نقولوا عنه السبب يخلي البنت انها تسمح في كل شيء وتهرب. معنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. مرحبا سيدي. السلام عليكم. مرحبا، الاسم الكريم. الو الو سيدي، كنسمعك. الاسم الكريم صنهاجي محمد. مرحبا، من اي مدينة؟ من بنت ليمان. مرحبا سيدي، شنو رأيك في هذا الموضوع؟ شنو هي الاسباب اللي كتخلي البنات يفكروا يهربوا من ديورهم؟ اختي، بالنسبه لي وجهه نظري بالنسبه لهاد الناس هادو، هي من التربيه في الاول. البنت ملي كيكون الوليدات بعدا ملي يكون الراجل كيعنف امهم ولا يكونوا مشاكل، هما هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. الاب والام خاصهم يراعوا دوك الوليدات. الوليدات كيبقاو ضحيه، الوليدات فقط هم ضحيه. هما الضحيه، هذوكم ديما كيشوفوا وكيسكتوا. انا واحد العائله شفتها هكا، هذا الشيء علاش عيطت. هما كبروا وبناتهم كبروا، ولاو هو عنده ولد، عندهم ولد واحد واربعه ديال البنات، انا ما عرفت خمسه ولا هكا. دوك البنات بقاو فيهم ذاك العنف وحق ديال رجالاتهم. طبعا هذوك البنات بقاو حاقدين على راه تزوجوا وحاقدين على راه البنات، لدرجه انهم ما كاين جوج شي وحده اللي كاعب شلات في الزوجيه، في الحياه الزوجيه، والولد يعني منطوي عليه، يعني بحال شي واحد خجول، بحال شي واحد ما يعني كيخاف حتى من الناس في المجتمع، فاش كيمشي ما يعني تربى في ديك الخلعه وديك هكا، حيتاش يوميا كيعيش هذيك المشاكل، هذاك العنف، هذيك السلطه اللي كي نعم. الوليدات كانوا باقا صغار يتربى فيهم هذاك عندي هذاك الخوف، وفي الليل انا في الليل كانوا بان كيضرب امهم هكايا وكيغط مرغوز وكانوا هما كيجريو، يعني ولا فيهم ذاك الرعب ذاك يعني تعقدوا. هذا خاصنا نكونوا ارحل الله يجزيك بخير. انا كنعيط لك وانت دير هذا البرنامج، ان كان ياك عندك شي برنامج ولا عندك سميتو كنشكر بزاف على هذا. راه مرحبا سيدي. مرحبا مرحبا. انت نحيت لي بزاف ديال المعده، كيولد بزاف ديال المشاكل في المجتمع ديالنا، وهذه ظاهره اصبحنا كنعيشوها يوما بعد يوم. كثير كثير كثير، ماشي ظاهره جديده. السبب ديالو اي واحد، شوفي اي واحد، انا نقول لك اي واحد جلدتي ماشي هو داك الزنقه، كتمشي تقلب على الرجال ديالو مين كتلقي عنده مشكل في دارك او مشكل مع شي واحد. شوفي اي مشكل عندنا في المجتمع ديالنا كنقلبناه عليه من الراس ديال من تولد، كنلقاو بان كاين مشكل في الاسره ديالنا او حتى الوليدات اللي كيمشيو كيتغطاسوا بداك الشيء. راه هذوك الوليدات الثانيين اللي كيتغطاسوا، راه كاين اللي كيكبر وكيبقى ربما ما كيقولش لدار مذكرة، كيكبر كيولي هو باغي ينتقم. كاين مشاكل كثيره، راه هذا هو. شكرا شكرا سيدي، شكرا.
بارك الله فيك، شكرا على الرأي ديالك. سؤالي ولا كنت شي لا ياك ماشي على مباشر هذا بيني وبينك؟ لا مباشر، انت معنا مباشرة عبر قناة شوف تيفي. مرحبا لله، وكن كنشكركم على البرنامج. تحياتي ليك استاذ، تحياتي، بارك الله فيك، شكرا. اذا مشاهدينا الاراء تختلف، ناخذ بعض التعاليق ديالكم. صلاح كيقول البنت وقت تكون تربية صحيحة مستحيل تهرب. اكيد اخي، كيف ما سبق وذكرت انه ملي كيكونوا الاباء ما كيكونوش كيراقبوا الوليدات ديالهم، البنيات ديالهم اثناء الدراسة ديالهم، ملي تيخرجوا شكون هما صحاباتهم، فبالتالي اكيد اكيد كتكون يعني عواقب اللي هي كبيرة عليهم وعلى التربية ديالهم. مراكشي كيقول قلت التربية، اكيد. صلاح كيقول البنت وقت ذكرتها. مراد ولد سباتة كيقول السبب هو باش منال كتقول رفقاء السوء وقلة التربية عمر الوالدين ما تيكونوا السبب. اختي الكريمه، حنا تنقولوا ماشي عمر الوالدين ما تيكونوا السبب، حنا كنقولوا بانه الوالدين خصهم يكونوا عندهم الضوء، واحد الدور اللي هو كبير في تربيه الابناء. اذا المشاهدين نكملوا بعض الاسباب اللي ممكن انها تكون بين الاسباب اللي كتخلي ان البنت تنحرف، ان البنت تهرب من البيت ديال والديها. بعض الاباء الله يسمح لهم كيبقاو يدلعوا بناتهم، يدلعوهم بواحد الشكل اللي هو خطير. كينساو بان التربيه راه ماشي بحال هكذاك، كينساو بان التربيه خصها تكون جديه، واحد التربيه قويمه. مما وهادشي اللي كيخلي البنت كتتحمل العواقب ديالو في الاخير، وما كتتحملش هذاك التأنيب ملي كتغلط. فلما البنت كتكون مربيه واحد التربيه كيف كنقولوا حنايا بنت ماما وبابا، ما مولفينهاش يضربوها، ما مولفينهاش يتعصبوا عليها، وبالتالي شي نهار كتقوم بواحد الفعل اللي هو خايب، كتعطل مثلا، كيبغيو يسولوها فين كنتي، تقدر هي تجاوبهم بانفعاليه علاش ماشي سوقهم حياتي هذيك، فبالتالي ما كتقبلش وربما تبغي تعيش حياتها، وممكن انه يكون سبب من الاسباب اللي هي تخليها انها تهرب من البيت ديالهم. كاديرو كيقول مادام تزوجات تهنات. علاش تزوجات تهنات اخويا؟ عبد الغني كيقول سوء التربيه وانعدام المسؤوليه المؤديان الى العصيان. ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. تحيه اليك من مدينه طنجه. مرحبا بالناس ديال طنجه. انت معنا مباشره جزيلة. انت معنا مباشره من شوف تيفي. نعم، شكرا. مرحبا سيدي، شنو رايك في الاسباب اللي كتخلي البنات، خصوصا هذه راه ظاهره ماشي جديده علينا، يعني ظاهره منذ القديم، يعني شنو هي الاسباب اللي كتخلي البنات يهربوا من ديورهم، من ديور والديهم؟ هي اسباب متعدده، اسباب ممكنش نحدوها ونختصروها، لان هناك عده عوامل وهناك ظروف وكثير من الاشياء، وخاصة المحيط العائلي، عندما يكون واحد المحيط غير منسجم وغير يعني ما فيهش واحد الأرضية ديال الاستقرار، وما فيهش كثير من المقومات ديال الحياة الأسرية، وخاصة عندما يكون نزاع بين الأب والأم وكثير من المشاكل. أكيد أخي، أكيد ملي كتكون نزاعات، ملي كتكون مشاكل أسرية بين الزوج والزوجة، نعم، فممكن أنها تخلي يكون سبب رئيسي في أن البنت كتفكر في الهروب، كتبغي تهنى من المشاكل، كتبغي راحتها. نعم نعم أكيد، خاصة عندما نلاحظ نحن في هذه النار، كتشوف البيت مراهقة وتحد كتسأل فيها مثلا، هي مثلا تكتب ملاهي ليلية أو غير ذلك من الملاهي،
وهذه ما كاينش شي هذيك كتدور في مقتبل العمر ولا احد يسال فيهم ولا احد يتكلم عنهم وفين كانوا فين جاوا وغير ذلك لان كيكون يعني كيعيشوا واحد بعزله عن العائله والهروب من الواقع والواقع هذا الهروب من الواقع كيتسبب واحد واقع اخر وغالبا كيتعرضوا لكثير من الامور من الاعتداءات وهذيك ولكن للاسف الشديد يعني الصراعات العائليه هي كتكون جزء اكيد اكيد الهروب. اكيد اخي تكلمتي على واحد النقطه مهمه البنات اللي كيسهروا في الليالي مثلا اللي كيدخلوا المقاهي الشيشه ممكن انا نطرح السؤال هنا أين هو دور الآباء؟ فين هم الآباء؟ أين هي مراقبة الآباء؟ وغالباً غالباً أنا أحمل كذلك المسؤولية للآباء لأن الآباء أحياناً تشوفوا الآن في المقاهي يغزر المقاهي بثمانة ساعات أو عشر ساعات كلعب دومينو البارتي ويخلي واحد الفراغ كبير وكتر الإبن أو الأم الإبنة أو الابن كينحرفوا بواحد الطريقة من الطرق وكذلك هكذا كينطبق على البنت او الولد مجمل القول بان الانحراف كيكون سببه غالبا الوالد وكذلك هناك من يتعيش في بيئة معينة وكيكون عنده واحد النوع ديال الاحتياج وكيكون يعني نوع ورغم ان الفقر ماشي عيب ولكن كيبغي يوصل بواحد الطريقة من الطرق وكي الحارف وكيبغي يوصل هو يكون عند واحد المكان ولو على حسب الصحة ديالو المكان ديالو الاجتماعي للأسف الشديد وهذا الشيء اللي كنلاحظو حنايا الناس اللي ما كثير كيبغيو يوصلوا ولكن كيحبوا وكي يعني كيوقع لهم كثير من الأشياء في حياتهم المشاكل صحيح أخي إذا كنشكروك نخليو فرصة أخرى لمتصل آخر شكرا لك سيدي بارك الله فيك شكرا. إذن مشاهدينا وتتعدد الأسباب اللي كتخلي البنات ديال اليوم كيهربوا كيفكروا يخرجوا من بيوتهم البيوت اللي عاشوا فيها منذ الصغر ديالهم كينسوا والديهم كينسوا هذيك الأم اللي تعبات وحملات ويعني وتعبات من اجلهم من اجل التربيه ديالهم وكذلك الاب تعبوا الوالدين بجوج يعني تعبوا من اجل التربيه ديالهم صرفوا عليهم الكثير باش يشوفوهم يعني واصلين لكن للاسف كيدمروهم نفسيا كيحشموهم بالعائله ديالهم كيديروا لهم يعني كيخلي لهم واحد الفضيحه وعار ما كيبقاوش قادرين يشوفوا العائله ديالهم وكيكونوا هما السبب. نشوفوا بعض التعاليق ايضا مشاهدينا سوء التربية ايضا عبد الغني ذكرتها قلة التربية مبارك اشنو واقع اخويا عندنا كيف كتسمع عندنا موضوع للنقاش حول الاسباب اللي كتخلي البنت تهرب من البيت ديالهم مبارك ايضا كيقول التربيه مهمه في المجتمع اكيد اخي التربيه هي كل شيء دريس كيقول 60% من البنات كيهربوا من بيوتهم بسبب فقدان البكاره والحمل والخوف من العار بدون علم و5% السبب ديالها صديقها 5% بسبب العنف ايضا والصراعات العائلية و 30% بسبب الفقر وبيع الهوى كاينين شي اباء هما اللي كيخرجوا يضحكوا على بنات الناس وبناتهم كيخرجوا يعني كما تدين وتدان الفقر والمقارنة مع الاخر وعدم القناعة والرضا عن الحال اكيد اخي اذا مشاهدينا بالنسبة للناس يلا التحقوا معنا كنتمنى انكم تفاعلوا معنا بكثرة لان هذا الموضوع هو ماشي موضوع جديد علينا وانما موضوع قديم وكيسهل اننا يعني نناقشوا فيه كثير فالموضوع ديالنا نعاود نذكر بالنسبة للناس يلا التحقوا بنا هو شنو هي الاسباب اللي كتخلي البنت تهرب او تفكر يعني في انها تهرب من البيت ديال والديها وتسمح فيهم
يعني كتنسى كل شيء، كتنسى بان الوالدين هما اللي ولدوها، هما اللي رباوها، هما اللي سهروا من اجل انها تكون موجوده في هذا المجتمع، في هذه الدنيا. واش يعني الهروب ديالها كيكون بسبب العنف، بسبب المعامله السيئه، ام بسبب الهروب من الفضيحه والعار؟ اذا مشاهدينا، كيف ما كتعرفوا ان الهروب ديال البنت راه ماشي بحال الهروب ديال الولد. الولد كيبقى رجل مهما هرب الام ديالو كتقلق عليه، ما كتنعش، وكتبقى مريضه من النفسيه ديالها، لكن ماشي لا مجال للمقارنه مع البنت نهائيا. البنت كتبقى يعني عار في المجتمع ديالنا، في المجتمع المغربي، ومستحيل انه يعني يقدروا ينساوها، سواء لا العائله ولا الوالدين بالخصوص ولا الاخوه. وهي ايضا ملي كتهرب وكت يعني كيبقى يتناوى معها الحال، كتقول لا كون غير رجعت، كون غير ما درتش هكذا، ناري قفرت، ثاني اش درت، كتبقى تفكر كيفاش غنقدر نرجع لدارنا، شنو غادي يقولوا عليا الناس، شنو غايقولوا عليا والديا، واسئله بزاف، اسئله كثيره وكثيره. بالنسبه للبنات اللي كيهربوا بزاف من يعني من البيوت ديالهم، غالبا كنلقاو يعني ادوات تعليمي، يعني مستوى تعليمي منخفض. وكيف ما ذكرت ان 60% سبب العلاقات الغراميه. ياسر كيقول في بعض الاحيان كتكون امراض نفسيه عند البنت. نعم ممكن، كيف ما ذكرت هاد الامراض النفسيه تقدر تكون بين الاسباب اللي ذكرتها، السبب ديال العنف الاسري، التفكك الاسري. بعض الاباء او الامهات دائما كيكون بيناتهم نزاع، دائما كيكون بيناتهم مشاكل عائليه، فبالتالي البنت ما كتقدرش انها تبقى صابره وسط، داخل هذاك الوسط، داخل هذاك المحيط العائلي، ديما المشاكل، ديما الصداع، فبالتالي كتفكر ولات كتلقى راحتها على برا، يعني كتخرج مع البنات صحاباتها، مع الاصدقاء ديالها، كتنشاط، كتلقى واحد الحريه، بالتالي كتقول انا علاش غادي ندخل للدار، علاش غادي نرجع للدار، الدار فيها المشاكل، الدار فيها غير الصداع. رشيد كيقول وماذا بعد الهروب، التشرد والضياع؟ اكيد اخي، اي بنت كتفكر بانها تهرب من دارهم، فكوني اكيده يا اختي، عمرك ما غادي تلقاي الامان، عمرك ما غادي تلقاي بحال الام ديالك والاب ديالك، لان شكون اللي غادي يبغي لك الخير اكثر من والديك؟ فممكن انك تعرضي الاغتصاب، التحرش الجنسي بجميع اشكاله، والتشرد والضياع. فإلا خرجتي مع صاحبتك غراتك، قالت لك يلا نمشيو عند صحاباتي ديرين عيد ميلاد، يلا هادي، ويعجبك الحال، وبالتالي وليتي كتفكري انك تهربي فعلا، فكوني اكيده هذاك الشيء ما تيدومش، اللي كيدوم هو الصح. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، الموضوع ديالنا ديال اليوم هو شنو هي الاسباب اللي كتخلي البنت تفكر في انها تهرب من البيت العائلي، البيت الاسري اللي نشات فيه، اللي تربت فيه، اللي ترعرعات فيه، يعني وتسمح في والديها ايضا. واش بسبب هذاك العنف الاسري اللي كتعيشوا، المشاكل اللي كتعيشها يوميا، واش بسبب الفضيحه والعار؟ احيانا كتلقى راسها البنت انها تعرضت لاغتصاب، سواء اغتصاب من صديقها ولا شي حد يعني وعدها بالزواج، ما كتقدرش تصالح الوالدين ديالها، وكتفكر في ان الملاذ الوحيد هو الهروب. واحيانا مشاهدينا كتلقى مثلا بنت تعرفت على شاب واعدها بالزواج، او جا مثلا خطبها من العائله ديالها رفضوا لظروف خاصه، وبالتالي كتلقى راسها مثلا كتبغيه، كتهرب معاه مباشره، بالتالي غادي تقدر تخرج على راسها، تضيع مستقبلها، ما غتعرفش راسها فين غادي تحط رجليها. العلواني كيقول كاينين شي بنات كيتفرجوا في المسلسلات
كيبغيو يمثلوا بحالهم. ملي كيهربوا كيلقاو الدياب، عدد كبير يا اخي، عدد كبير. كنتفرجوا في المسلسلات وكنبغيو نطبقوهم، وخصوصا المسلسلات الغربيه. كنساو باننا حنا في مجتمع مغربي عنده تقاليد وعنده اصول وعنده اعرافه. فالله يجازيكم بخير. هذا نداء يعني لجميع الاباء، جميع الامهات، حطيو بناتكم تبعوهم المدرسه، راقبوهم ايضا. فبنياتنا امانه عندنا. هذا نداء ماشي غير الامهات، هذا نداء الاباء فعلا، الاباء اللي عندهم حس ديال المسؤوليه، اللي عارفين بقيمه الاب المثالي. طبعا بوشعيب مطالبي كيقول نعم، ولكن الاسباب كثر يعني كثيره، ومنها سوء معامله الاسره. رشيد كيقول الشارع غابه تعوج بالذئاب الجائعه. انا صراحه كنشكر، بالنسبه كنشكر الاباء الوالدين بصفه عامه اللي كيراقبوا وليداتهم، اللي يعني ساهرين من اجل التربيه ديالهم ومربينهم احسن الترابي. وكنتاسف بالنسبه للامهات والاباء، اللي البنت من لما كتخرج من البيت ما تيسولوهاش فين غاده، شكون هاد صاحبتك، مني فوقاش عرفتيها، صافي كتقول لهم انا مثلا خارجه لعيد ميلاد كيطيقوها، غدا نحفظ كيطيقوها. فهذه الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي انحراف البنات اليوم. احمد عبير كيقول التربيه، العنف الاسري، المشكل الكبير الفقر. لا أظن أن الفقر كيؤدي إلى هروب البنت من بيت والديها، لا أظن يا أخي، لا أظن. إذا كانت البنت مربية فمستحيل أنها تهرب من 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 عند والديها. ولا بغات فعلا شي شاب، فلا بغاته فعلا وكانت مربية، فتخليه يعني بأي طريقة وتكسب الود والحب والحنان ديال والديها ويدخل من الباب، ماشي تحاول تهرب معاه. فمشاكل كثيرة في خصوص هذا الموضوع. إذن مشاهدينا كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم، ونعود نذكركم بالموضوع ديال اليوم كان حول شنو هي الأسباب اللي كتخلي البنت تفكر في أنها تهرب من البيت والديها وتسمح فيهم بسهولة. واش بسبب العنف أو المعاملة السيئة أم بسبب الفضيحة والعار؟ تحياتي لكم ونهاركم بروك، إلى اللقاء وفي مباشر آخر.